مبروك على 20 مبروك على الدسي باش تكونوا بخير وعلى خير ناشطين مبروك وغادي تكون اول واحد غادي يبارك لكم مبروك العيد مبروك العيد هو انا السيس دي عاود ديما سبقك رجال الاناث وذكر حتى ملي هو ثمن زوين قال لك اسيدي اتفقنا عليه والسعر الكبير كيامر بان ما نديرو 300 درهم العبار ديالو عبار كبير 300 على المتر ورجع انا اللوينات ديالو اللوينات ديالو كلشي لوينات زوينين لون السيك في اللون هات العسل الحر العسل الحر 300 درهم ها انا سيدي حبيبي 6000 ريال 300 درهم رجال السي بشعبره يديروا مع قميجه ماشي فوقيه لا عنده يعني ما يحتاجش يعني تخيط له دو بياس ديالو العيالات كذلك اللي عندها شي قميص راه تفرحي الخطيب ديالك او تفرحي الزوج ديالك غتقضي عليه في مقابل 300 درهم فهمتي 300 درهم غتشري عاوتاني واحد العام ولا عامين 300 درهم وعاوتاني غادي يبقى في يدك كيف كنقولوا بحال الخاتم بشحال هادشي كامل 300 درهم تفرحي وفي نفس الوقت عندك عاوتاني الاجر اللوينات ديالك كيف كتشوفوا خا العلني لان السفلو اللوينات ديالهم كلهم لوينات زوينين ما كاينش شي لون اللي تقدر تستثني دابا تقدر دابا انا والله شاهد عليا تقول لي عز عليا لون من هادو انا نحير بيناتهم حيت كله الشغم ديالو كله الحلاوه ديالو وكل كذلك والشخصيه ديالو يعني اللوينات ديالهم كاملين زوينين والثمن ديالو هو كذلك اللي هو ديال الكل 6000 ريال يعني ثلاثه الورقات ثلاثه الحمامات كتاخذي جليبه اوريجينال كتاخذي جليبه اللي يعني جايه وقتها كتاخذي جليبه اللي غتستغلها بثمن اللي هو ثمن زوين وتستغلها بالنسبه للوقت اللي جاي دابا السي رضوان حنا كنهضروا معاه سكتو كيس علينا الله يرحم باك هذا الكليان ديالنا خصو وريني سي الله يرحمه واش فات الشوب ديالو لا والو غزال العالم لا انا عرفت ولكن انا الكليان ماشي فاهم هذا كيبين واحد شويه هذا الشوب كبير خايط شي حاجه بارده زوينه سوسدي مخير هي لا ترجع لها برا كبير 3 متر على متر ونص ايه اللوينات كيف تشوف معايا هما قرعه انت عاودي تشهيتي من نطلق منك لا صافي انا بغيت نشوفها في الاول فهمتي انا الحمد لله حنا خاطرنا واسع حنا خاطرنا كبير وواسع وصباره ودراري الله عمرها دار وكنتعاملوا كل اللي بغا يوصل للدار وتجيك الامانه ديالك عندك الدار عاد كتخلص طالب ريزون 50 درهم خارج كازا 50 درهم وداخل كازا 20 درهم وفي المحل بالمجان ها لو كنت اخويا بشعبان غنحيد لهم ديك التوصيل يلاه مفاجاه عندي حيد لهم التوصيل ماشي مشكل حيد لهم التوصيل ها لا ما عندك انا حيد لهم التوصيل وكاع اللي مشات في الحباب مشات تخلى والله زي بغيتي نحيدو اللي تفقنا عليه نحيدو يلاه حيد مباشره في هذا الفيديو يلاه حيد التوصيل يلاه سيدي لا البريزون سيدي بالمجان ديال العيد هذيك يلاه مبروك عليكم مبروك عواشركم ورا العواشر هذيك كذلك ما تبخلوش علينا زيف البارطاج ولا الكومونتير احنا محتاجين واسي مشعيب عطاكم التوصيل بالمجان حتى هو يلاه بالصحه والراحه